أهلا بحضراتكم كل متابعي ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. كثير من المواطنين بينتظروا معارض أهلا رمضان لأنها بتوفر ليهم جميع المستلزمات والسلع اللي كتير بتحتاجها الأسرة بأسعار مخفضة. وبتنطلق معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات على مستوى الجمهورية، ذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل بإذن الله، وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم بهدف توفير جميع احتياجات المواطنين، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المنتجات الغذائية كافة طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية كافة. وتفاصيل أكثر بالطبع عن معرض أهلا رمضان وكثير من التفاصيل التي سيوضحها لنا الكاتب الصحفي مدحت وهبة مسؤول ملف التموين باليوم السابع. برحب بحضرتك معانا على تلفزيون اليوم السابع وأهلا بيك. مساء الخير عليك يا سارة وعلى كل مشاهدين اليوم السابع في كل مكان. في البداية يعني لو تقول لنا إمتى هيبدأ تحديدا معرض أهلا رمضان وإيه المميزات اللي بيقدمها للمواطنين؟ خليني اقول لك ان معارض اهل رمضان دي مناسبه اعتادت عليها وزاره التموين والتجاره الداخليه، والحقيقه كان في السنوات الماضيه وفي الاوقات العاديه بيتم طبعا افتتاح هذه المعارض واطلاقها في كافه المحافظات. كان الحقيقه من الطبيعي ان بيتم افتتاح المعرض قبل شهر رمضان من اسبوع 10 ايام لاتاحه كافه السلع الغذائيه وغير الغذائيه للمواطنين باسعار مخفضه، ولكن في ظل الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد ويمكن على مستوى العالم كله في ازمه التضخم العالميه، جت الحقيقه الحكومه وجهت في افتتاح هذه المعارض وانطلاقها طبعا لمده مطلقه وهي انطلقت من بدايه يناير، ودي كانت الحقيقه بتكليف من السيد رئيس الجمهوريه بتوفير كافه المنتجات الغذائيه للمواطنين باسعار مخفضه خلال الوقت الحالي. معارض اهل رمضان بتتميز ان هي بتضم كافه السلع الغذائيه اللي تطرحها للمواطنين، وغالبا بتبقى باسعار مخفضه مقارنه بنفس السلع التي يتم طرحها في الاسواق الاخرى. اهم ما يميز المعارض هذا العام ان يتم انطلاق وتخفيض العديد من المعارض على مستوى كافه المحافظات الجمهوريه، بحيث ان عدد المعارض في كل محافظه لا يقل عن 5 معارض في كل محافظه. دي نقطه مهمه جدا ان هي في جميع المحافظات. ده مش بس كمان في جميع المحافظات، عدد المعارض في كل محافظه مش هيقل عن 5 معارض في كل محافظه، وقد يزيد وفقا لعدد سكان المحافظه وعدد المراكز التابعه في كل محافظه. كمان الحقيقه هيكون في مشاركه كبيره جدا من السلاسل التجاريه الكبرى، بحيث ان كل سلسله تجاريه من هذه السلاسل ان هي تخصص جناح داخلها بمثابة فرع معارض أهل رمضان تطرح السلع بأسعار برضه مخفضة، وسيتم إعلان عن هذه السلاسل خلال الفترة المقبلة. الحقيقة هناك تنسيق كبير ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية على مستوى المحافظات الجمهورية، بحيث إن المحافظين في المحافظات هيخصصوا الأماكن لإنشاء هذه المعارض والشوادر من خلالها هتشارك في كافة المحلات التجاريه والتجار بطرح منتجاتهم من السلع الغذائيه وغير السلع الغذائيه، بحيث هذه المعارض لانها ستستمر حتى نهايه الشهر الكريم، يعني هتقعد حوالي اكثر من 3 اشهر، ولكن كان من الطبيعي في السنوات الماضيه كما اشرت مسبقا كانت هذه المعارض يتم انطلاقها قبل شهر رمضان باسبوع او 10 ايام وتستمر لمده اسبوعين او 3، وكان في بعض الاوقات تستمر حتى نهايه شهر رمضان. اما هذا العام فستنطلق هذه المعارض اعتبارا من يوم السبت اول شهر يناير وتستمر حتى نهايه شهر رمضان الكريم. الحقيقه وزاره التموين والتجاره الداخليه برضو عندها اكثر من 1300 مجمع استهلاكي وفرع تابع للشركات التابعه الممثله، سواء شركه تمويل للمجمعات الاستهلاكيه او الاهرام للمجمعات الاستهلاكيه وغيرها من شركتي الجمله. كل هذه المنافذ تطرح برضه نفس المنتجات باسعار مخفضه، بجانب ايضا طرح منتجات اللحوم والدواجن والاسماك والخضر والفواكه في هذه المنافذ، بحيث ان المواطن يستطيع شراء هذه المنتجات وكل ما تحتاجه الاسره المصريه من سلع اساسيه وغير اساسيه خلال هذه الفتره. الحقيقه بالتوازي مع اطلاق هذه المعارض
الحقيقه ان وزاره التموين والتجاره الداخليه كمان كان عندها تكليفات من القياده السياسيه بصرف دعم استثنائي للاسر الاولى بالرعايه، يعني التوازن مع اطلاق المعارض وتوفير السلع الغذائيه، تستمر وزاره التموين في صرف دعم استثنائي للاسر المقيده على بطاقات التموين وهي الاسر الاولى بالرعايه. الدعم ده يستمر صرفه حتى نهايه يونيو 2023 بعد مد فتره صرف الدعم الاستثنائي لسته اشهر، واللي هو ستنتهي المده في منتصف العام المقبل. كل هذه الاجراءات كانت عباره عن اجراءات حمايه اجتماعيه للاسر الاولى بالرعايه لمواجهه ازمه التضخم التي تعاني منها دول العالم اجمع. صحيح استاذ مدحت. طيب يعني المعارض ممكن تزيد عن 5 معارض في كل محافظه، ازاي ممكن المواطن يعرف مكانهم تحديدا الخمسه بحيث يختار الاقرب لمكان سكنه؟ بالفعل كل محافظه هتعلن عن الاماكن المحدده ليها، لان في تنسيق ما بين مديريات التموين والمحافظين، كل محافظ في محافظته سيخصص اماكن محدده، وهذه الاماكن الحقيقه بتبقى دايما بتبقى في الميادين العامه، في الاماكن القريبه من التجمعات السكنيه، بحيث في هذه المعارض يتم الاعلان عنها لجموع المواطنين في المحافظه هتعرف المعرض في الاماكن. زي ما بقول لك عدد المعارض لم يقل عن 5 معارض، ولكن قد يزيد في المحافظه الواحده، يعني قد يكون اكثر من 10 معارض في المحافظه الواحده، ولكن الحد الادنى هيبقى 5 معارض في المحافظه، بحيث تبقى في التجمعات السكنيه وفي المدن والمراكز التابعه لكل محافظه. احتمال كمان حقيقه يبقى في طيارات متنقله، برضو بيتم طبعا تسيير هذه الطيارات في النجوع والقرى والاماكن التي لا يتواجد فيها منافذ المجمعات الاستهلاكيه او عشان تلقى مزيد من الاقبال ويكون اسهل على يعني كثير من فئات المواطنين. بالفعل والطيارات دي بتثابت برضو فروع لمعارض اهلا رمضان، ولكنها بتبقى كفروع متنقله بحيث ان هي تتيح السلع لكافه المواطنين خاصه في القرى والنجوع، وده الخيال اللي احنا بنلمسه كل عام من خلال معارض اهل رمضان. اهم ما يميز معارض اهل رمضان هذا العام هيبقى فيها كافه انواع السلع الغذائيه وغير الغذائيه، بتكون الحقيقه باسعار مخفضه مقارنه بنفس اسعار السلع المثيله في الاسواق الاخرى، واللي كمان عايزين يعني نطمئن المواطنين بيه ان كافه السلع الغذائيه متوفره الحقيقه بكميات كبيره، وان كان هناك خطوات اتفاقيه اتخذتها الحكومه المصريه بناء على استهداف من تحديثي في تامين مسؤول واحتياطي استراتيجي من كافه السلع الغذائيه طوال الفتره. ويمكن ما يؤكد ذلك خلال فتره جائحه كورونا لم نشهد اي ازمه من نقص السلع، وان شهد فيه كبرى الدول ازمات كبيره جدا سواء من نقص السلع الغذائيه بكميات كبيره، وبرضه خلال ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه الحقيقه لم نشهد اي نقص في السلع الغذائيه. ازمه كانت دول اخرى بتشتكي من نفس الموضوع يعني. بالفعل ان احنا اتخذنا هنا في مصر اتخذنا الحكومه المصريه اتخذت خطوات مسبقه قد بناء على شهادات مخدرات، بالتالي يبقى في عندنا تامين مسؤول استراتيجي من كافه انواع السلع. يعني احنا عندنا الزيت الحقيقه يكفي لحوالي 6 اشهر، السكر كمان بيكفي حوالي ما يقرب من 3 اشهر، بجانب كمان ان احنا عندنا الانتاج المحلي من السكر عندنا هيبدا في شهر يناير المقبل من قصب السكر، وفي شهر فبراير هيتم انتاج الاصدر من بنجر السكر، فده هيعزز المجهود الاستراتيجي للاستيراد اكبر. عندنا الحمل برضه اكثر من 5 اشهر، عندنا الرز كذلك، كل انواع السلع الغذائيه عندنا الحقيقه فيها مسؤول استراتيجي كبير يكفي احتياجات المواطنين، عشان كده بنطمئن المواطنين في كافه السلع، فبلاش تكالب على السلع لان كل السلع الحقيقه متوفره. منافذ وزاره التموين تطرح سلع يوميا سواء من منتجات غذائيه او من منتجات لحوم صادقه او لحوم مجمده او حتى دواجن مجمده، اسماك خضر وفاكهه، كل انواع الحقيقه السلع متواجده في الاسواق حتى في الاسواق الاخرى، عشان كده لازم المواطنين يبقى عندهم اطمئنان ان كافه السلع الغذائيه موجوده، وهتبقى موجوده بكميات كبيره خلال الفتره المقبله مع انطلاق معرض اهل رمضان. باذن الله يعني ان شاء الله كلنا نشهد رمضان مليء بالخير والبركه علينا جميعا.
الكاتب الصحفي مدحت وهبه مسؤول ملف التموين باليوم السابع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي حضرتك ضفتها لي. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه التغطية ومستمرون معكم في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء.